السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتي خواتاتي كيف حالكم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة يا رب. اليوم واحد الخريجة واحد الطليعة جات فجأة وبغيت شاركة معكم. ايدر العرب راه يعرفوا هذا المكان سياحي زوين، لكن مع الأسف ما كملتش، لقينا الطريق مسكرة بالثلج، مشيناش المكان اللي زوين ونلقاو وين نجلسوا وين. ايوا بغيت نشارك معكم ان شاء الله. ها الناس تمشي وتترجع، طريق مسكرة تتزلق، انت يخلوناش مشو غادي، مسكرة مازال ما فتحوهاش. هذه جليستنا، جلسنا غير هني ملقيناش مكانها، غير واقفين. هذه جابنا صاحب راجلي، هذه مرتو، شوفوا هذه متاع الشاي محلاه، الشاي رطاب. جابونا فجأة، يعني كنت مريضة. متين رمحاتلين، يعني ما موجدين حتى حاجة، قال بالعكس هذا اللي تجيه كي فجأة تكون أحسن. وطلعنا وصافي كاع ميزة نغير جو. انا اكثر حاجه عاجباني هي هذه متاع الشاي، هني ديري الماء تايطيب وهني تنصبوا الماء. شوف النار وين، وين ولعين، زوينه متاع الطلعات. وعاد هني الشاي الاحمر هذا الاسم، والدخان تاع ديك النار شوف من وين طالع، ها هو طالع من هذه، خطيره النار، نار وحده الثلج. هذا ايدر العرب تجيو هني لهاد الاماكن الجميله والطبيعه. في الصيف الدنيا كلها خضره، دابا غير الثلجو الخريف شجر خير. هاد البيوت اللي هني الديور كلهم بالخشب، مناطق
مناظر مش عادية رائعة. كل شيء بالخشب، فنادق هذا أوتيلات بالخشب. خوتي خواتاتي، وهاد الطليعه الحلوه ان شاء الله تعجبكم، وخليت لكم الصحه والعافيه. ان شاء الله هاد الفيديو يعجبكم، كان عجبكم.